بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تحريف في كلمة عن موضعها، أو تغيير حرف، أو تقديم، أو تأخير، أو زيادة، أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو ريب، أو شك، أو تعجيل عند تلاوته، أو غزل، أو زرعة، أو صيق اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد، أو تشديد، أو همزة، أو جزم، أو إعراب بغير مكان. فاكتبوا منا على التمام والكمال والمعذب من كل الإلحان. أغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تواخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قلاه معظيا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عنه من الغفلة والكسلان، أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الضيران، وبيض وجوهنا يوم البعث، وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
وارزقنا جوار شيخنا وحبيبنا وقدوتنا في الإسلام الشيخ أحمد بن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمنا بلقائك يا ديان، استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالتاء توابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالشين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاء ضياء، وبالطاء طهارة، وبالراء غفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالواء هداية، وبلام الألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين أن تزيل سيدنا وحبيبنا وخليفتنا الشيخ سيد المختار البكي عمرا طويلا، وعقلا سليما، وجسما صحيحا، حتى يحقق جميع آدابه، وأن تصير صاحب المسجد والمكان هذا الشيخ ابن شيخنا صالح البكي بالعلم والتربية، وكما أيدت والده في التعليم والتربية، وأن تمد جميع المريدين والمريدات مثل هذا المسلمين والمسلمات،
وأنتم مد جميع المريدين والمريدات مثل هذا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامه. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا. واطرد لنا الجن والشيطان يا الله. وكمل كل ما ننحو ونقصده. وهب لنا كل ما نختار يا الله. واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا. واطرد لنا الجن والشيطان يا الله. وكمل كل ما ننحو ونقصده. فهب لنا كل ما نختار يا الله. وارق لنا كل ذي صعب وذي حرن. ويسرا كل ذي التعصير يا الله. طول لنا عمرنا سحه لنا برنا. وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله. وكلنا عاصما من كل مهلكة. ونجنا من بلايا الدار يا الله. وآفة رعاة ما قصد محن زلزلة شدة والبقر يا الله. يا مدي قلة مع ذلة غلب. وفاقة عدش والجوع يا الله. وفتنة والوباء والحرق ما ورق. والبرق ما سرق والكد يا الله. حر وبرد ولهب قربة نقم دلالة عرج والغم يا الله. فهمد وخدايا ضالة زلل. والمسق والخصف ثم القصف يا الله. وهمد وخدايا ضالة زلل. والمسق والقصف ثم القصف يا الله. ومن قبيح دنيا ثم آخرة. ومن فضوح ما يا الله يا الله. يا من على كل شيء قادر وعلى عرش العظيم استوى بالقهر يا الله. إني سألتك قلبا خاشعا متوى دعوا علما كثيرا نفر يا الله. وتوبة قبلت مع مكنة رفعت مع زوجة سرحت بالدين يا الله. وكن معيدا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله. وشر سحر وسر الخلق انزهم مع جنهم وسواد السم يا الله. إني جعلتك في الدارين يا ثقتي حزنا حزينا فكن ملجأي يا الله. ولا تكلني إلى نصي فأهلك كن مجيبني حيثما أدعوك يا الله. واجعل لساني وقلبي ذاكريك معا عند الممات مع الإيمان يا الله. ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لقاك الحق يا الله. ولجعل الموت راحة ومفرحة من كل شر وكرب ضاق يا الله. واحفظ يا الجسم حيث الروح فارقني في القبر لا تبلينه الدار يا الله. فكن نصيري أنيسي حينما دفنوا جسمي فصرت وحيدا ثم يا الله. لا ترممن معي ما قد يروعني بل اكفيا كل ما اخشاه يا الله. ونجني وجميع المسلمين معا ونج والدتي امين يا الله. واغفر لنا ولها واستر معائبنا والطف بنا وبها في الهول يا الله. عنها تجاوز وإيانا ارحمنا فما لنا سواك وأنت البر يا الله. في برزق ما قبر كلها وزلا ومن كروب وخوف نجي يا الله. لا تختبرها بما ليس بقادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله. وأسقنا معها من ماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله. من كان يرشد ذا غي ويولد ذا كفر وينصر من يخشاك يا الله. محمد ما إذ كان أخيار قائدنا لجنة الخلد يوم الحشر يا الله. عليه سلم سلم دائما أبدا ومن خفوا ليوم الدين يا الله. عليه سلم سلم دائما أبدا ومن خفوا ليوم الدين يا الله.
اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأذات جسدنا ومسائخنا خاصة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة اللهم انصر من نصر الدين واغذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.